يا مرحبا يا ابو حشم، مرحب باقي حياك الله. طال عمرك في كل مراتي ابقاك الله من العصر وانا انتظرك. طال عمرك خصوصا اللي كنت الله يبيض وجهك. اي والله انا والشيخ تميم. كفو والله ما شاء الله عليه. طيب. ما شاء الله عليه ما خلى شيء في العلبه اللي يتفاهنا ولا لا. اله الا الله. قل ما شاء الله تبارك الله. هذا جاي من يم ابوه. كل ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. ما شاء الله تبارك الله. انا جاي لبيتك وشايف عيالك. ما منك خطا. خلني اسكت. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يسعدك. الله يجزاك يا ربي يجزاك خير طول لي عمرك. طيب انت تنتظرني هنا وش عندك؟ انا انتظرك يا ولد لان الباقه تجيب العافيه يا ابو حشر. وقلت الباقه هذه ما تنفع انك تصورها كذا. لازم يكون لها بصمه. والبصمه وجود تميم طال عمرك. والله ونعم بالشيخ تميم. يا تميم يا قلبي انت. كيف الحال؟ كيف الحال؟ يستحي سبحان الله. ما هو زي ابوه ما يستحي. لا يا ابو تميم ركز معي في الاعلان الله يجزاك خير. ابى اقول لك حاجه. الباقه هاي طال عمرك اربع عطور. يا سلام. وحنا لما بنتكلم عن كل عطر كل واحد اجمل من الثاني وكل واحد سبق انه صار سولد اوت في دخول المراتين. يا سلام. وكل واحد لما بنتكلم عنه مثلا بلقيس سعره 253 ريال الحاب 299 ريال شامل التوصيل والمريضه. يعني كانك شاري عطر وجايك ثلاث مجانا. لا عاد نعلن غرنت جيب انت مين معنا. مبروك والله يبارك فيك ان شاء الله. لا انا اقصد ولدي راح يجلس عند ابوك زعجني. يا جماعه خير اربع عطور هذا سلمكم الله. معروف بنكهه الكرز بلقيس عطر ينفع رجالي ونسائي. بلاش بدل السموحه يا اخي ترى مخلين عيالي في الطائف انا ماني فاضي لك. يضحك ويرعك الله يصلح. أربع عطور من أجمل وأجود أنواع العطور اللي موجودة في دخون الإماراتية بسعر 299 ريال لين توصل لك. ضمان دخون الإماراتية معروف. عرض جدا جبار. وبعدين يوم تصبرني زي كذا تراك متعجب. أصبر ما عليك من أبوك. والله من الأذى في هالرويس. عند عيالك ألعن. عندك والله من يكسر التحف يا هذا اللي ساكت. عندك والله من يكسر البيت. عندك 13 ورق عشان متحمل. يا أخي الله يصلح الله يصلح. يكينا شر. ينعسوا. يا بابا. يلا قم. عطني النن يا تميم. عطني النن. تميم النن وين؟ عطني النن. يلا. لا زعلان. لا 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 زعلان تدري ليش؟ ليش؟ لأنك ركبت معنا السيارة. يا أخي ما أبوك ببخيل هالوري. تميم يلا سلام. سلم سلم على عمو. السلام عليكم. سلم. شوف هو الصداع حالة نادرة صراحة وإن شاء الله ما تكون وراثة. الظاهر إنها وراثة. الوري هذا الوري أخو العيون شفت؟ عقاب عقاص منورة ويلعب كرتين ويلعب حقني. يا حبيبي انت يا حليل حليل الله يحفظك. غالي الظن يا ابو تميم. ايوه غالي. اي والله غالي. وش كنا نسوي في ابواننا؟ الموت الحمر. عزوتي حمر نواظر عزوتي حمر نواظر قلت هلا هلا الاول يا بصياه دور عكل حلوه يبي يظل يقول حلوه. باي. يضرب الباب. عطني بوسه. طيب بوسه 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 عمو بوسه. والله تقول اصرفها بفلوس يا ولد. قالت الطينه هذه من جد. والله ما في ثقيل طينه والله ما بس ولدي وجه. ولدي في شخصيته نادره يا ابو حشر. اي ما من الورعان اللي يدخلون يمونون على الناس على طول ويقطون وجيهم وما يستحون. من قصد من قصد انا اقول لك يا كلام ما قصدي شيء. وش وش قصدك؟ يلا سوي شيء. شوف صبايقتك قط. يا قلبي يا تموم الله يصلح لك كلامي. امين.